لو الحكاية فيها إن فيديو وكذا يسلت ويقول لي روح بولاتي بعد ساعة بتعليم اسمه محمد خير في مركز سعوس. مركز سعوس حضرتك رحت بلغت بعد اختفاء مصطفى بقد ايه؟ بثلاث ايام اللي كنت انا مشغول بيومين او ثلاثه مش فاكر بالظبط، كنا كنت مشغول وقت طويل على ابني بس مش اكتر من كده. مش دماغي الواد بيتخطف ولا الكلام من ده. وبعد المحضر ما جالكوش اي تحريات؟ ما فيش اي معلومات؟ ولا عمل اي حاجه. ولا عمل اي حاجه. تمام. وبعد ما جالكم معلومات ان تم العثور على جثه مصطفى كجثه، ازاي تم الامور تمت ازاي وحضرتك رحت استلمت الجثه ازاي؟ مشغول يدوني الجثه المقطع على الطريق، اصحاب قطعوا الطريق من الساعه 12 لغايه الساعه، قال لي الساعه 7 تعالى خد الولد خد التسريح واطلع على دلوقتي الولد. قلت له ازاي يا باشا؟ انا ابني يبقى ميت وبقالي كذا يوم وانت دلوقتي جاي تديني ان انا ابني اروح اجيبه بكره؟ استنى كمان يوم. كمان استنى كمان يوم مش يرضى الله. لما جه قطعت الطريق شمس بيك راح رايح جايب لي التسريح وخلاص انا كده اروح جبت الولد في الزقازيق. كانوا واقفين مش عايزين دل الاسعاف، عملنا مشاكل برضه تاني في الصلاة حوار لغاية ما ادوني الاسعاف هناك. طب وتقرير الطب الشرعي كان حالة الطفل ايه؟ زي محمد انا خالي. كان في اي تعذيب في جسمه؟ اه في. زي ايه؟ في تعوير في دماغه وجسمه كله متعور، ولما ارجع ورا كده مفيش مقطعين منها ووشه مقطعين منها. طب هو قالوا ان الوفاة كانت من امتى؟ بقالها كام يوم؟ حددوها ولا مش حددوها؟ لسه التقرير الشرعي كله ما ظهرش. بس هو التقرير فيه شبه جنائي.